احمد مشرف منور بقاء لله. الله يخليك يا صبري، البقاء لله في المصاب الجلل اللي حصل لنا في امبارح. يعني بقدم التعازي طبعا الاول لاسره احمد رفعت، وربنا يا رب يصبرهم ويقدرهم، وبقدم التعازي طبعا للمجتمع المصري كله واسره الرياضه المصريه، لان الحدث ده حدث هزنا كلنا الحقيقه يعني. صحيح. فبقدم التعازي لكرة القدم المصرية، لازم، لأن كرة القدم المصرية في حاجات كتير جدا 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 بتتعمل في الآخر بيبقى المردود سلبي قوي. طبعا نحن لا نتدخل في إرادة ربنا، ولكن لابد أن يكون هناك تعديل في الإطار بتاع كرة القدم المصرية. المهم ربنا يا رب يتولى برحمته ويسكنه فسيع جناته ويصبر اسرته ان شاء الله وعلى ما ابتلاهم ان شاء الله. كابتن حماده، البقاء لله. البقاء لله طبعا خالص التعازي في وفاه الكابتن احمد رفعت، نجم المنتخب المصري ونجم المصري ونجم فيوتشر ونجم الزمالك السابق. ربنا يصبر اهله ويصبر اصدقائه ويصبر كل حبايبه. احمد كان لعيب كبير ياما امتعنا، واكيد كلنا كنا يعني في غايه الحزن طبعا، لكن هو راح طبعا عند ربنا اللي هو احسن من الكل. راح عند ربنا الغفور الرحيم العادل، راح في حته كويسه بعد عن الدنيا والنفاق والظلم والغل وعدم العدل. فيعني انا كنت اتمنى من اتحاد الكوره، ما احنا كل شويه الدوري بيتاجل، واتحاد الكوره او رابطه الانديه مش قادره تعمل 3 ايام حداد على وفاه شاب ابننا وراجل في المنظومه الكرويه وراجل لاعب دولي، ما تعمل حداد 3 ايام. اجلوا بس المودرن سبورت امبارح يعني، طبعا ده طبيعي تاجل الماتش، لكن اجل ثلاث ايام ايه المشكله؟ يعني احنا لولا ان ده شغلنا احنا جايين، لكن جايين يعني جايين عشان ده شغلنا، احنا جايين الاستوديو عشان شغلنا، لكن كلنا طبعا في غايه الحزن. ربنا يصبر اهله، مش قادر اقول حاجه، شاب يعني شبابه، بس راح بقول لك عند اللي احسن مننا، راح عند ربنا سبحانه وتعالى. راح عند الكريم، عند الغفور، عند الرحيم، راح عند اللي هيجيب له حقه، لو هو ليه حق اكيد ربنا هيجيبه له. خالص التعازي. كابتن عبد الحليم، ربنا يرحمه صبر، ربنا يرحمه ويثبت اهله ويثبته عند السؤال ويرزقه الجنه ونعمه. وفعلا راح عند الكريم، يعني راح عند ربنا سبحانه وتعالى، ما بعد بقى عن الظلم، ظلم في حاجات كتير. وهو في ايه نوع، احنا عندنا نوعيتين في كره القدم، نوعيه طيبه ومحترمه وتظلم وما بتتكلمش من اول ما تبتدي لغايه ما تخلص. اللعيبه تانية بتعرف تاخد حقها، ده من اللعيبه اللي اتظلمت يعني. انا اشهد له في موقف ما، وانا لسه رايح مدير كره في النادي المصري، هو بر بامه جدا يعني. انا كنت اتعاملت معاه يا كابتن في النادي المصري، اتعاملت بس فتره قليله، حصل بيني وبينه مكالمتين على ما اعتقد، بس هو كان في انتقاله بقى لفيوتشر يعني. فكل ما اكلمه هو مع امه يعني، مع امي ولازم ابقى جنبيها وعلى طول يعني، هو بر بامه، ما بيتكلمش كتير، ما بياخدش في تفاصيل تانية. طب حاضر يا كابتن انا جاي، طب اخلص، ما فيش، راجل محترم، راجل مؤدب. ما سمعتلوش قبل كده بصراحه قيل عليه التزام مش عدم، انما قيل عليه انما هو بعيد عن كل البعد عن لعيب محترم. انا عن نفسي لما بعيد تاريخه كده ما اسقش لحد، ما اثرش حد، ما طلعش تصريح ضد حد، ساكت بيتظلم بيسكت. فربنا يرحمه، هتقعد تقول فيه كتير وربنا يرحمه ويغفر له ويتوب عليه ويثبته عند السؤال ويصبر اهله. اكيد حزن لينا كلنا، فربنا يثبته، ربنا يرحمه ويرجع له حقه في الدنيا وفي الاخره، وربنا يثبت امه ويثبت اهله يا رب، وربنا يرحمه. اكيد انت كابتن عبد الحليم طبعا وانت مدير كره في النادي المصري مريت معاه بايام كتير وبتجارب كتير، يعني ايه ابرز المواقف اللي انت ممكن تكون تعاملت فيها مع رفعت وقدرت تكون انطباع عن الشخصيه اللي انت بتعمل معاه؟ قلت لك هو بر بامه يعني، هو دي الخلاصه. هو
طالما بر بامه ده انسان. جماهير نادي الزمالك في الاستاد يا كابتن عبد الحليم طبعا رافعين صوره احمد رفعت طبعا. مصر كلها حزينه، مصر كلها ما فيش حد يقدر يقول لك مصر كلها حزينه، واحنا جايين النهارده بنعزم مش رياضيين مصر بس يا كابتن عبد الحليم، مصر كلها. انا بقول مصر كلها، ما قلتش لا، الناس كلها حزينه على فكره، الناس كلها زعلانه وحزينه، كلنا حزن، حزننا على الظلم وحزننا على اللي كان فيه، اكيد ما كانش حد حاسس بيه، ما حسناش بيها لما طلع واتكلم حاجات بقى. ليه شاب لسه ولاعيب كوره وحد محترم، ايه اللي هو كان عايشه ده؟ حاجه تحزن والله يا صبري، حاجه تحزن. ايه اللي كان، ايه اللي انت بتتفاجئ بايه الكلام ده؟ فحاجه، في حاجات الواحد مش عارف يتكلم ولا عارف يقول ايه، انما صدمه بصراحه يعني صدمه. فربنا يرحمه برحمته يا رب ويثبته ويعين اهله يا رب على الصبر والثبات يا رب.